عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ والسلام عليكم الاولاد، نتمنى تكونوا كلشي بخير وعلى خير. ومرحبا باللي دخل عندي تابونا في القناه ديالنا، واللي مازال ولا غير كيشوفني صدفه مرحبا به والف مرحبا، يتابونا حتى هو معنا باش يدخل حتى هو من ضمن العائله ديالنا. اذا شنو عندنا اليوم؟ عندنا واحد الاكله اللي هي بسيطه سهله، كتوجد في اقرب وقت ممكن، 30 مينوت تقدري توجدي هذه الوجبه. اذا شنو عندنا هنا؟ عندنا صدر الدجاج مقطع الى قطع صغيره. انا ما حددتش الكميه، كل واحد يدير الكميه اللي يحب اللي عنده وعلى حسب الافراد طبيعه الحال. عندي شويه الفلافل الصفراء وحمراء، انا هذه مقطعتها صغيره البنات، وكنديرها في الكونجيلاتور، كنخبعها في الكونجيلاتور كتقلقها واجده للبيتزا والمملحات. عندي واحد البويرو كامل مقطع مع واحد ربيع ديال البصله خضريه مقطعه حتى هي كذلك. ومثال التوابل عندي صوص صوجا دائما انا كنستعملها. نسيت ما قلت لكمش، معلقه ديال المعدنوس مفروم ومعلقه ديال صوص باربيكيو، والدقيق طبيعه الحال الذي نشدو به لي كورني ديالنا. اذا عندنا صوص صوجا، عندنا الثوم بودره، عندنا لا موطارد عاديه، عندنا توابل الدجاج، عندي جميع النباتات العطريه، شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار الابيض، اذا وشويه ديال القشده الطريه واحد المعلقه. اذا يلا هو معايا، انا داك المقله ديالي تسخن فيها الزيت سخنات شويه، غادي نشحر شويه البويرو ديالي. كنت ناقصه العافيه، دابا نزيدها شويه ونبدا نحرك هذا ديالي مزيان، هذا البويرو نسيت ما قلت لكمش، اليوم غادي نخدم بالتورتيلا، جوج عندي غير جوج فرشات، نتوما وشحال عندكم الافراد العائله الاسره ديالكم يمكن لكم تزيدوا. غادي ندير شويه ديال الابزار وشويه ديال الملح في هذاك البويرو اللي كيتشحر لنا دابا. انا ما كنكثرش بزاف البنات الملحه، حيت كاينه الصوجا وشويه ديال الابزار الابيض. صافي غادي نخلي هذا يتعرق شويه، نزيد له الثومه بودره. الثومه بودره عينكم ميزانكم البنات، حيت عندنا الدجاج راه كيتواتى مع الثومه بودره. اذا غادي نخلي هذا الشيء يتشحر مزيان، غادي نرمي عليه الفلافل باش يطيبوا لنا. انا كيحمقوني هذه الفلافل البنات الاصفر والاحمر، لانه فيه واحد الطيبه سوبورتابل. هو الالوان الاخضر الابيض الاصفر الاحمر، لوحه لوحه فنيه، لوحه فنيه ما شاء الله، ربي ينعم علينا بهذه الخضروات رائعه جدا جدا جدا. يلا حبيباتي تعرقوا معايا شويه، وغادي نرمي لدان ديالي وندير التوابل ونخلي كلشي يتشحر. غادي نلوح هاد الصدر هذا ديال الدجاج، غادي نخليه حتى هو يتعرق مع هاد الفلافل وهاد البويرو، وفيه الملحه وفيه الاخر الابزار والثومه يابسه. انا كنعاود لكم باش كنذكركم المشاهدين ديالي الضيوف الكرام اعزائي واحبائي، اذا انا نخليوها طيب مزيان، نغطيو عليها شويه ونخليوها طيب شويه. انا المعدنوس ما كنبغيش نرميه دابا باش يبقى فيه ديك النسمه ديالو، شويه غادي نزيد له التوابل. دائما انا كنعجبني نشحر
الدجاج اولا الحوت كنتشحر شويه عاد كنزيد له التوابل حتى تما حتى باش ما يتحرقوش. هاد الغطايه البنات مزيونه كنصحكم بها، عمليه كتحطي عليها وميم طون كتصفي 3 اون 1 وميم طون كتغطي بها الماكله ديالك. اذا الان غادي ندير له التوابل الدجاج ديالي، غادي نلوح لا موطارد، نلوح نضيف يا لطيفه بعدين هاد اللوح هادي هاد اللوح هادي دايما عندي فيها فمي كتمشي لي اللحمه اللوح. وغادي نزيد التوابل ديال الدجاج كمسا هاد الشيء شي يجي مسام لينا. دابا راه كنتهلاو فيه لهاد الدجاج، ندير شويه ديال التوابل العطريه غير شويه حيت غادي نعاد نزيد شويه المعدنوس، غادي نضيف الباربيكيو، هادي سيتون صوص بحال الطوماط ولكن فيمي كتعجبني الريحة ديالها و تا المذاق ديالها كيتواتا مع هاد لو جوغ ديال الأكلات كتعسلو. دابا البنات غادي نزيد له شويه ديال الصوص الصوجا، انا كندير عيني ميزانيه البنات، هذه شويه صوص الصوجا مجهده ديك العاقده يعني كتقر بزاف وفيها واحد البنه مزيونه كتواتى مع ديك لاصوص فيلي. دابا البنات غادي نخلي هذا الشيء يطيب، ندير له غير شويه ديال المعدنوس، من بعد عاد المعدنوس نخليه التالي عاود تيطيب كاع باش تبقى فيه ديك النكهه ديال المعدنوس في الدجاج ديالي في العقده ديالي. غادي نقصلو العافيه وغادي نغطيه بهادي صافي البنات، ونخليه يطيب مزيان ديك الساعه تيقرب ننزلو، عاد نزيدلو واحد المعلقه ديال لا كريم فريش ونتيبرد عاد نعمرو في لي تورتيلا ديالنا. يلا حبيبتي بقاو معايا حتى الاخر باش تمتعوا بهاد الاكله السريعه اللي كتصلح للفطور ديال رمضان ديالنا اولا العشاء اولا السحور اللي بغيتو اللي بغيتو فيما بغيتو تحطوها حطوها. يلا حبيبتي ها نتوما معايا. ودابا حبيبتي ها هو طاب مزيان، غادي نزيدلو لا كريم فريش صافي، معلقه البنات غادي نخلطها صافي، نخليها يتقلى مزيان تيشرب المعلقه ديالو كامله. وهذا مكان نزيد شويه صافي البنات، نخليه يشرب المرقه مزيان ديالو تقلى مزيان في هذا القشطه وصافي، نخليه يبرد باش نعمر به لي كورني ديالي ديال التورتيلا. دابا غادي نغطيه وانتوما معايا حيت يتقلى مزيان ويبرد ونوريكم كي ندير نعمر التورتيلات لي كورني ديال التورتيلا. ودابا بردت لنا شويه العقده البنات وغادي نعمرو لي التورتيلا ديالنا، انا غادي نوريكم كي غادي نديرو نقطعوهم وانتوما معايا. اذا انا غادي نقطعهم على هذه الطريقه
باش يجوني دي كورني صغارين ميجيوش كبارين. وانتوما علاش ما بغيتو تقطعوا البنات؟ على هكذا هادو الطورتيلات البنات كنشريهم باكية كبيرة فيها ما عرف شحال من حبة شي 30 ولا ما عرف شحال كبارين هكا نتاع برا ماشي ديال هنايا وكنخبعها في الكونجيلاتور كنبقى نهز كل مرة القياس اللي بغيت نستعملو دابا الفطور اليوم قررت نمشي نفطر مع الأخت ديالي الكبيرة ربي يخليها ليا وغادي نشارك معها الفطور وندي في يدي هادو اذا حبيباتي كنهزوا العقده اولا باش كنديروا هنايا طحين باش كنلصقوه نديروا غير شويه الفرماج صافي وكنلصقوا البنات هكذا وغادي نديرو في البانيني هكذا البنات كنزيد له شويه هنايا شويه ديال الفرماج كنلصقو مع تاني من هنا باش ما يتحلوش كن عندي لهم في البانيني ما يتحلوش البنات وها هما ديكورني ديالنا اللي غدارو في يدارو لنا في البانيني نزيد معكم وحده اخرى ما كيدخلوا لا الفران لا والو تجي عقدة زوينة البنات شوية ديال الفرماج الفرماج مشارك مع الموتزاريلا كندير لهم هكا كنشدهم بالدقيق صافي البنات قد مزيان وهنا كذلك مثال عاوتاني كنشد من هنايا كنشدو الطحين مزيان وغادي نديرهم في البانيني كوم سا ونكمل هكذا حتى نسالي كلشي اوكي هانتوما معايا وهنا حبيباتي درتهم في البانيني ودابا غادي نجبدهم ونحطهم باش نديرهم نكمل على هادو وهادو نديرهم في طبق التقديم كيتحمروا كيجيو خفاف يعني ماشي مقليين في الزيت ماشي اذا دابا غادي نكمل هادو اللي راه باقيين البنات وهادو نوجدهم دابا البنات ديك الساعه وديك الساعه نوريهم لكم كي غادي يجيو في التقديم يلا حبيباتي وانتم معايا وهنا حبيباتي هذا هو الصحن اللي قدمته اليوم بهذه الطريقه هذه نتمنى يروق الاعجاب ديالكم جميعا اناثا وذكورا بالصحه والف هنا كيجيو غزالين كورني ديال نقولوا الكورني نقولوا المثلثات كما حبيتوا لكم حريه الاختيار في التعبير على التسميه ديال هاد الوجبه هذه تاع هاد اليوم ولكن راه صدقوني كتجي غزاله 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 وبنينه وخفيفه وصحيه ما كاين لا زيوت ما كاين حتى شي حاجه داكشي بسيط وسهل وصحي ومغذي
قدبت رفقة المايونيز، درت عليها شويه ديال الفلفله حاره وبشويه ديال الفرماج والزيتون وزيت الاسود ومعدنوس وشويه خزو محكوك وصافي. يلا حبيباتي، نتمنى انه يعجبكم ويعجبكم المذاق. يلا مع السلامه، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. صحه فطوركم وصحه رمضانكم وعواشر مبروكه لكم جميعا حبيباتي، واهلا وسهلا بمن عجبت انت مولينا. نتمنى ان الفيديوهات ديالي وديال الاخت ديالي يعجبوهم. يلا حبيبتي مع السلامة.